حقيقة هذه أمور يعني لا أعرف ماذا أقول عنها. يعني أحمد الحسن شخص معروف ومشخص، لديه اسم محدد في السجلات الرسمية في العراق حيث ولد، وهو أحمد إسماعيل صالح، ولدي سجل مدني في العراق، ولدي هوية أحوال مدنية، ولدي شهادة جنسية عراقية، ولدي جواز سفر عراقي، ولدي شهادة من كلية الهندسة في جامعة البصرة، وكلها مثبت فيها صورتي ومعلومات فارقة عن شخصيتي. فإضافة أسماء غير صحيحة إلى اسمي من قبل جهة معينة أو شخص ما، المفروض أنها كافية لإثبات أنه كذاب وغير موثوق. وحقيقة أنا أستغرب أيضا من الذين، يعني بعض هؤلاء الذين يفترون هذه الأسماء، هناك من يتبعهم، أنا أستغرب أو يصدقهم، لا يزال يصدقهم ويتبعهم. يعني ألا تكفي هذه الكذبة؟ يعني لا أعرف. على كل حال، أما بالنسبة لمن يستغلون اسمي ويدعون اللقاء بي من غير المنافذ المعروفة التي أعلنتها واعتمدتها منذ بداية الدعوة وإلى اليوم، فهؤلاء كذابون وكذبهم مفضوح وبين لكل إنسان عاقل ومتزن. لا أعتقد أحتاج أن أقول أكثر من هذا بخصوص هؤلاء، وجزاكم الله خيرا. ليس لدي شيء آخر بهذا الخصوص.